السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنطرقوا الدروس اللي كاينه مقرره في التربيه الاسلاميه حسب الاطار المرجعي. يعني غنطرقوا دابا ان شاء الله في هذا الفيديو الدروس اللي عندكم، ومن بعد ان شاء الله غنعطيكم كل درس اشنو خاصكم تحفظوا فيه. ماشي كلشي الدروس ماشي الدرس كله كيتحفظ على حسب الاطار المرجعي. بالنسبه عندكم عندنا خمسة ديال المداخل. عندنا مدخل ديال التزكية، هذا المدخل ديال التزكية فيه أربعة ديال الدروس، مدخل الاقتداء فيه أربعة ديال الدروس، مدخل الاستجابة فيه أربعة ديال الدروس، مدخل القسط فيه أربعة ديال الدروس، ومدخل الحكمة كذلك فيه أربعة ديال الدروس. ثم عندنا سورة ياسين خاصة نحفظوها نفهموها، وعندنا المؤلفات. هاد المؤلفات كيغلفلو عليه الدراري بزاف، راه عليه ستة نقاط. هاد مؤلف يعني سهل ماشي صعب، مؤلف فيه السيرة النبوية دروس وعبر اسهل ما يكون. يعني من دابا ان شاء الله هزوه وقراوه على تساع، فهموا الغزوات، فهموا داكشي اللي فيه، وان شاء الله انا غنحط لكم كل غزوة وغنشرحها لكم ان شاء الله من بعد. هو راه سهل ولكن عليه ست نقاط، ما تستاهلوش بها، ما تغفلوش على هذا المؤلف. انا كنأكد ونعاود المؤلفات ما تغفلوش على هذا المؤلف ديال السيرة النبوية، راه مهم. بالنسبة للتزكية فيها أربعة ديال الدروس، فيها التوحيد والحرية، كاين الإلحاد بين الوهم والحقيقة، كاين النظر والتفكر سبيل العلم والإيمان، كاين القرآن الكريم منهج حياة. تزكية فيها أربعة ديال الدروس، هما هادو اللي طرقنا ليهم. وكل درس عنده محاور اللي خاصهم يتحفظو، قلت على كنقولها ونأكد عليها على حساب الإطار المرجعي، ماشي كلشي غنحفظوه. بالنسبة للإقتداء عندنا إكمال الدين ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم النموذج التأسي، كاين علي كرم الله وجهه، كاين الدرس الرابع اللي هو واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمدخل ديال الاستجابة عندنا فيه تهو أربعة ديال الدروس، فيه الخصائص العامة للشريعة الإسلامية، فيه مقاصد الشريعة الإسلامية، فيه الاجتهاد والتجديد، فيه ضوابط فهم النص الشرعي، هادو تهو أربعة ديال الدروس. بالنسبة لمدخل القسط عندنا حق الله والاعتزاز بالإسلام، حق النفس والتوسط والاعتدال، حق الغير خطبة الوداع وحقوق الإنسان وحق البيئة. بالنسبة للحكمة المدخل الأخير اللي هو ديال الحكمة، فيه التصور الإسلامي للحرية، فيه الرحمة والرفق، فيه الإسلام وبناء الحضارة، فيه صفات عباد الرحمن. هاد 20 درس كتجيكم صعيبة يعني كثيرة، راه 20 درس نحفظو في التربية الإسلامية، ولكن راه ما كتارش، راه غير كيجيكم، راه كل درس فيه صفيحة، فيه صفحة ما فيهش بزاف. أنا صغرت عليكم قلت لكم صفيحة، يعني صفحة راه ماشي كثيرة بزاف. غنعطيكم إن شاء الله الإطار المرجعي ديال التربية الإسلامية وتحفظوا داكشي اللي في الإطار المرجعي. والتربية الإسلامية راه ما كتحفظش، كنقولها ونعاودها، ما كتحفظش حيت ما كتلقى في نهار الامتحان كتصدموا كتلقاو الورقة لا ما فيهاش الحفاظة، فيها فهم، ولكن ضروري تعرفوا هادشي حيت خصوصا المدخل ديال الاستجابة فيه دروس ديال الشريعة وفيه مقاصد الشريعة وفيه الاجتهاد والتجديد وفيه النص الشرعي، ضروري تعرفيهم، ضروري خاصكم تعرفوهم هاد الأمور هذه خاصكم تعرفوها. يعني ضروري هاد الدروس هادو ما تكونوا فاهمينهم وضابطينهم مزيان، تعرفوا كل مدخل اشنو فيه، حيت كاين المداخل كيكون بعض المرات الرابط ما بيناتهم. التربية الإسلامية خاصكم تقراوها مزيان، حيت هي المعامل ديالها جوج، وراها كتعاون، راها ساهله وراها كتعاون. بالنسبه لسوره ياسين زوينه، سوره زوينه، قراوها سهله ما فيهاش بزاف، بداوها من دابا وبداو تراجعوا وحفظوها، بداو تصليو بها، وان شاء الله ما يجي في الامتحان ما تكونش عندكم مشكل فيها. هذا الشيء اللي كاين في التربيه الاسلاميه، وان شاء الله غنحط لكم الاطار المرجعي ديالها باش تعرفوا اشنو تحفظوا، اشنو اللي تحفظوا في هاد الدروس هادو. وتا الدروس راهم عندي ان شاء الله، غنتواصلوا معايا ان شاء الله وغنصيفطهم لكم ولا نعطيهم لشي حد. المهم ان شاء الله يكون تواصل بيناتنا، وديك الساعه ان شاء الله الدروس كاين اللي محتاجين، داكشي اللي حاجه اللي محتاجينها ان شاء الله غنمدكم بها. وحظ موفق للجميع.